ان شاء الله بيقبرني على الصباح. صبحتك بانوار النبي. لك دخيله صباحك انا ابن عمي. شو مناسبة هالكلام الحلو من على بكرة الصباح؟ تقبرني بدك الصراحة ولا بنت عمها؟ لا شلون، اكيد بدي الصراحة يا روحي. تقبرني بدي منك شوية مصاري مشان عرس بنت اختي فهمية. ايه مو تكرم عيونك انت وبنت اختك فهمية. يخلي لي اياك يا حق يا تاج راسي انت. يحرق حريشك، شو لسانك حلس وملس. هلا انا هيك ابن عمي؟ لك هذا اللي مخلي حبي لك يزيد. بدك شي مني؟ سلامة قلبك. انا رايح البويكية، دعينا. مهونة يا عمري. السلام عليكم. الله معك. نفخت لي قلبي، شو حملت بس فهمني. عش 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 20 شوال. شوال شو؟ اي هذا شو اسمه، هذا اللي بيحطوا منه خبز وهيش. هلا شو اسمه؟ حنطه. اي حنطه حنطه. اي اي صح صح. اي صح. شو كمان حملت؟ او هذا شو اسمه، شو اسمه الثاني؟ 10 شوالات. شو؟ اي هذا شو اسمه. لك شو عم سمع لك؟ اي عش عش شو شو امه. عفاري وعليك معلم. والله والله انت ما بتخجلني. زين شو، طلع لعند الشباب انت، روح هلا مشان ما تنسرق البضاعه، الرزق كله برا. يلا اطلع. روح انا؟ ايه روح. الله معك. الله معي. لكن ميسره. يلا يلا. ايه بدك شيء معلم؟ سلامة قلبك. الله معي. السلام. الله يثبت علينا العالم. لك يخرب بيتك يا ابو شفيق، لك يخرب بيتك من حالك. بس قلي شو عم تشتغل؟ لك انا قاعد بدكانتي عم تجلب باب. لك اهلين ابو تحسين. اهلين ابو شفيق. والله بدك ما تاخذني يا ابو تحسين، من لما توفى الوالد واستلمنا هالشغل كل يوم عم تنعجب. الله يرحم روحه، انت قد المسؤوليه وزياده. الحمد لله، والله الشغل شغله وشغله عجيب. الحمد لله، الله يزيدك من نعيمه. سلام عليكم يا اخي. اهلين اختي. وعليكم السلام وبركاته. دلوني عليك يا اخي وقالوا لي انك صاحب خير. خير اختي؟ عاوزه شيء؟ لازمك شيء؟ لازمني شويه مصاري يا اخي، وبرد لك اياهم بعد اسبوع ان شاء الله. تكرم عيونك اختي، قديش لازمك؟ بدي شيء ليرتين. ايه تكرمي. وهي ليرتين. لك ابو شفيق بركي طلعت نصابه الحرمه. وكل الله ابو تحسين، وكل الله. انا مو نصابه يا اخي، ورح اعطيك ضماني. ما بدي منك ضماني اختي، مسامحه. لا يا اخي ما باخذه. هي الخاتم ذهب 24، خليه عندك لبين ما ارد لك المصريات. طيب انت ليش ما بتبيعي خاتمك وبتفرجي حالك، مو احسن لي؟ هذا الخاتم غالي وعزيز على قلبي يا اخي وبدي اياه. خلاص اختي، خلي خاتمك معي، ما رح اخذه. مش كان ما رح تاخذ الخاتم، ما رح اخذ المصاري يا اخي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اختي هي خاتمة، ايمت ما بدك بترجعي تاخديه. كتر خيرك يا اخي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. لك ابو تحسين انت معقول هيك بتحكي مع الحرمة؟ لك شو بك انت، شنو ما في امان هالايام؟ وانا خايف عليك يا ابو شفيق. ما بيصير. ما 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 ليه اجى هذا ال شو اسمه الحمل؟ صلاة محمد. والله يلا روح يا رشدي، عطي شاي لعمك ابو تحسين. اشرب شاي بس اشوف الحمل. يلا روح روح. لا تروح قدامي. خير ابن عمي؟ شو بك مهموم؟ ما في شيء. ابن عمي حلو خاتمي؟ حلو. من لك هالخاتم؟ اشتريته من سوق الصاغة. هاتي شوي. شوفي. عم والله هو. شو هو ابن عمي؟ شوفي. شلون هي؟
السلام عليكم يا اخي. علينا اختي وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ابو تحسين. عليه اخي هي صار اسبوع هدول مصرياتك وزكاتك بدي الخاتم. ايه تكرم عيوني. اختي هذا هو خاتمك؟ ايه اخي هذا هو. طيب اختي متاكده؟ طبعا متاكده. طيب اختي تيسري الله معك. كتر خيرك اخي. الله معك. لك ام شفي بس بدي افهم شلون رجع الخاتم بعد ما انا سرقته؟ ليش انت اللي سرقت الخاتم ابو تحسين؟ ايه انا اللي سرقته الخاتم ورحت بعته بسوق الصاغه مشان تعلق معي على الحرمه بصراحه. يا حرق حريشك يا ابو تحسين. وليش عم تضحك يا ابو شفي؟ الشغل شغله ابو تحسين وشغله عجيب. المره نزلت على السوق على سوق الصاغه لتشتري خاتم. قام سبحان الله رجع لي الخاتم نفسه. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ما قلت لك الشغل شغله وشغله عجيب. الحمد لله على كل شيء. آل الدهر زيدوا قهر حتى الفقير يصير، آل الجرح